أسعد الله صباحكم مشاهدينا متابعينا الكرام، حياكم الله ويا مرحبا بكم ويانا، وحييكم وسلم عليكم مستمعينا الكرام وزملائي في الاستديو، ونرحب فيكم من سوق الجبيل الجولة الشاملة. طبعا نبدأها وياكم إن شاء الله اليوم من قسم الأسماك، ننتقل للحوم والدواجن، بنختبر من هذا القسم المميز أو قسم الخضار والفواكه. خلكم ويانا وتابعونا في الفقرة المميزة على برنامج. حياكم الله مشاهدينا، رجعناكم مره ثانيه في الجوله الاولى من قسم الاسماك عشان تعرفيها وياكم اليوم على اسعار الاسماك الموجوده عندنا. عندنا هاي الدكه ما شاء الله متميزه، عندنا القرفه وعندنا الزبيدي وعندنا سلطان ابراهيم، وهناك عندنا الجيش الفرو بعد من الهوامير. خلينا نشوف وياكم بدايه اسعار القرفه. انا السلام عليك. سلام، كيف حالك؟ كم القرفه اليوم ما شاء الله؟ اليوم هذا كيلو 20 درهم. على 20 على 20 قرفه من فتره كانت على 22 درهم، اليوم عندنا على 20 درهم، نزل سعر القرفه شوي عندنا. والزبيدي كم ما شاء الله؟ الزبيدي اليوم 45 45 45 لو شفتوا الحلقات الجديده ومشاهدي الكرام كانوا بتشوفونه السعر كان واصل بين 50 الى 85 درهم تقريبا، لكن اليوم عندنا هنا عفوا على 45 درهم. وعندنا سلطان ابراهيم كم هنا ما شاء الله؟ سمتاي من 25 25 25 سلطان ابراهيم تقريبا سعره ثابت ما تغير مشاهدي الكرام، بين 25 30 الى 20 احيانا ينزل. وعندنا هنا الجش الفرو بعد. السلام عليكم. 20 ابو، كيف حالك؟ كم الكيلو اليوم؟ كيلو 20 20 مشواي. مشواي زين. يا سلام، ها حق المشواي هذا سو دعاية، توقفنا وقول له مشواي، اللي يبغى مشواي ياخذ اليوم الجيج. عكب الكيلو على 20 20 رخيص اليوم. على 20 اليوم عندنا رخيص ما شاء الله السعر مثل ما تشوفون. وعندنا هني الهوامير، هوامير عكب اليوم 40 ما شاء الله 40 كيلو ب 40 كيلو ب 40 طبعا الكيلو ب 40 ليش مشاهدين الكرام؟ هذا حجم العود تقريبا في 5 او كم 4 كيلو 5 كيلو 6 كيلو 5 الى 6 كيلو تقريبا في الحبه الواحده، فيكون سعره شويه رخيص بين ال 40، لكن اذا حصلنا الثانيات الصغار بيكون سعره بين ال 50 وشويه بعد احيانا اقل. بس نشوف وياكم مع مشاهدين الكرام هنا اسعار الاسماك الموجوده عندنا هنا من السكل والتنعد عندنا ما شاء الله، هناك الجش. كيف حالك؟ تعال ابوي هنا، شو اخبارك؟ طيب خبرني شو الاسعار اليوم عندك؟ السكل كم هنا؟ السكل كيلو 40 درهم 40 السكل ب 40 فتره ما عندنا كان متواجد في السوق، لكن اليوم عندنا على 40 درهم. وعندنا هنا التنعد كم ما شاء الله؟ التنعد كيلو 70 درهم 70 التنعد وصل من 65 الى 70 درهم تقريبا زاد سعر. وشو بعد عندنا هناك؟ الجش هذا الجش على كم ما شاء الله؟ الجش كيلو 35 35 عندنا الجش هنا ما شاء الله حبات الكبار. والسلمون كم وصل الحين؟ 60 درهم في قطع 60 مقطع 60 كامل 50 درهم كيلو كامل 50 مقطع على 60. وهناك شو عندنا؟ عندنا الكبار هناك ما شاء الله، في قباب في خباط. كم على كم الخباط اليوم؟ خباط شيء هذا كيلو 50 درهم كيلو على 50 عندنا الخباط. انا مشاهدينا الكرام مثل ما تشوفون عندنا حبات الكبار هنا هذا على 50 اليوم. أيوة. على 50. والقباب كم عندنا؟ القباب القباب في 35 في 30 في 30 35 سعر القباب كان. أيوة. سومه من فتره بين 25 الى 30، لكن اليوم عندنا بعد حبات كبيره وصغيره. يعطيك العافيه، خلونا نكمل بعد جولتنا وياكم مشاهدينا الكرام، بنصير نطالع وياكم اسعار الاسماك الثانيه الموجوده عندنا هني. بنشوف وياكم هنا عندنا القباقيب هنا، خلينا نشوف وياكم القباقيب. تعال ابوي شوي، كيف حالك؟ شو الاخبار؟ كيف حالك؟ خبرني شو الحاسوم اليوم؟ كم الحاسوم اليوم؟ هذا مال مكرونه. اي على كم؟ كيلو 25 25 القباقيب. هذا مال 35 35 القباقيب. مال العمان ولا مال هنا؟ مال العمان هذا. مال العمان على 35 هذا. وعندك الزبيدي كم ما شاء الله؟ الزبيدي كيلو 45 45 زبيدي. الزبيدي اليوم سعره نازل مشاهدينا الكرام ما شاء الله، واصل 45 درهم، من فتره كان انسان بين ال. كيف حالك؟ كم الهامور ما شاء الله اليوم؟ هذا كيلو 35 كيلو 35 ما شاء الله. طبعا مثل ما شفتم مشاهدينا الكرام الاحجام الكبيره تقريبا هذا فوق 7 كيلو، في 7 ازيد ولا 7 وزياده؟ اي شوي زياده شوي زياده شوي زياده. وهذا عندنا هني البيراميندا هذا السعوديه، ها على كم الكيلو؟ هذا 30 هذا هنا مزارع سعودي. طبعا مشاهدينا الكرام ما يصلح الا للمشواي طبعا هنا. وهني عندنا الهامور فيليه كم سعره؟ هامور فيليه 80 80 درهم سعره ثابت الى الان مشاهدينا الكرام على 80 درهم. بنشوف وياكم هني السلمون. سلمون كم عندك فيليه؟ هذا سلمون فيليه كيلو 75 75 75 وصل عندنا السعر. ما بينزل زياده السعر؟ لا اول فيه 80 اعرف 80 ايوه انا نقصت 5 ريال 5 درهم بس اول كان 70 اول لا 75 زين كامل كم هنا عندنا؟ كامل هذا كبار 50 وصغير 45 صغار 45 الكبار على 50 وهني على 75 والهامور فيليه 80 فيليه 80 80 سعره الى الان ثابت. يعطيك العافيه،
بنشوف وياكم مع مشاهدينا مستمرين. سلمى ما شاء الله سعره تقريبا صار له فتره طويله على 70 الفلي 75 الفلي، اما حبات الكبار على 50 الصغار على 45، صار له تقريبا فوق الشهرين السعر هذا ثابت، لكن الفتره اللي طافت كان سعر اللي ب 50 كان ب 55 واللي ب 45 كان ب 50 والفلي كان يباع شوي اقل على 70، لكن الحين بعد ثابت على ال 75. خلينا نشوف وياكم بعد هنا البلط، البلط من فتره ارتفع سعره بس نطالع كم اليوم واصل. بعد السلام عليك. سلام كمال، كيف حالك؟ الحمد لله. كم سعر وصل؟ 15 درهم. بعد 15 ما نزل درهم شيء كذا من هناك ماشي 15 درهم عندنا البلطي، وهني بعد اللي هو الجولد باسني على كم ما شاء الله؟ بس كيلو اليوم 40 درهم. 40 40 وين سبريم اليوم خلص؟ لا مو خلص، ها؟ متاخر شوي، متاخر اليوم سبريم عندنا متاخر. سبريم كم بعد 35؟ 35 بعد. والبياح المصري كم هنا؟ البياح المصري هذا كيلو 22 22 البياح المصري بعد سعر ثابت. مشاهدينا الكرام بنصير طالع وياكم بعد اسعار الربيان، الربيان عاد بنتخلى داخل اليوم نحن هنا بنشوف شو عندنا. السلام عليك، كيف حالك؟ شو الاخبار؟ ما شاء الله ما شاء الله اليوم سامان او الربيان متروس ما شاء الله زين. لبستر كم اليوم؟ لبستر 100 درهم. 100 درهم كم جرام فيها هذه؟ شله فوق شوي، شله فوق 700 جرام 900 جرام 700 الى 800 جرام تقريبا عندنا اليوم لبستر على 100 درهم، يعني زادت تقريبا عن الاسبوع اللي طاف 10 درهم كان على 90، اليوم عندنا على 100. هنا ما شاء الله هذا الجامبو هنا على كم؟ هذا جامبو تايجر يجي 85 درهم. 85 عندنا الكيلو ما شاء الله هنا على 85، من فتره كان يسام بين 90 الى 1 او 95، عندنا اليوم على 85. وهني هذا تايجر 65 65 هاي. وهذا اكساديا وش اسمه نسيت اسمه هذا؟ اسكامبي 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 هاي. هذا على كم الاسكامبي؟ هذا كيلو 50 درهم. 50 درهم وعندنا الربيان هناك صار هذا ربيان اسود كيلو 65 65 هذا هندي عماني؟ ايوه هندي هذا. وهناك التايجر هذا تايجر احمر كيلو. لا تصير عني بعيد مايك اللي عندك هنا، هنا كم؟ 65 65 وهناك هذا 45 45 وهناك هذا مزرعة. هذا المزارع ولا أيوة. هذاك مزارع؟ هذا مزرعة. المزارع على كم؟ 35 35 وهناك التايجر صغير 50 درهم. التايجر الصغير على 50، يعطيك العافية. مشاهدينا ومتابعينا الكرام مستمرين وياكم في جولتنا، مسير وياكم بعد قسم ثاني من السوق، خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا، رجعنا لكم في دورة مستمرة معاكم. اليوم جايب لكم محل جديد ما شاء الله بعد فاتح في عندنا هني في سوق الجبيه في قسم اللحوم. خلينا نشوف وياكم المحل هذا وشو اللي قدمه من الاسعار اللي عنده مع اخونا عبد الرحمن. السلام عليك. عليك السلام. صباح الخير يا عبد الرحمن. طيب الحمد لله. الله يعطيك العافيه عبد الرحمن. نفتح الثلاجه تفضل ونتعرف على انواع اللحوم الموجوده عندك والاسعار طبعا. تفضل خبرنا بدايه. هذه لحم استرالي ذبح محلي. استرالي محلي ذبح محلي موجوده بشركه المواشي. نعم متربيه بشركه المواشي في جبل علي، بتاكل هناك وتتذبح في مقصب دبي ما شاء الله. شو الاسعار؟ عندنا مقصب، مقصب خاص بالشركه، بالشركه تشرف عليه البلديه ما شاء الله. شو الاسعار عندنا يا عبد الرحمن؟ الاسعار ما شاء الله يعني اسعار منافسه جدا ومناسبه للجميع، اسعار يعني رخيصه جدا. يعني المحلي نحن نعرفه يعني دائما سعره يكون بين ال 40 45 واحيانا يوصل 35، فانت شو عندك جديد؟ يعني احنا عندنا هنا الفخده كلها لحم زي ما انت عارف. نعم. يعني الفخده كلها هبره فسعرها مختلف. 41 درهم. 41 عندنا الزورات ايه اللي هي الضلوع عندنا 31 درهم. 31 درهم ما شاء عندنا الظهر ما شاء الله، يعني الظهر 41 درهم. هذا الظهر خلى مفتوح عبد الرحمن. أيوة هذا الظهر بيتباع في بعض الشركات، يعني اشتغلت بعض الشركات في دبي سعره غالي يعني. نعم في شركات ومحلات طبعا مشاهدينا الكرام اسعار تختلف في سوق الجبيل، يعني يوم بتوصل سوق الجبيل لا تقفون على محل واحد معين، فلفوا وشوفوا في اسعار طيبه. اسعار منافسه يعني ما شاء الله. هذه بعض الشركات اللي نسمي بعض الشركات، انا اشتغلت في اربع شركات، هذه رابع شركه اشتغل فيها. نعم هذا الريش بيتباع بخمسه ب 87 درهم. 87 درهم وبعد مش محلي، بتيجي فاكيوم من استراليا اللي هي المستورده طبعا. اللي هي المستورده هذه فريش، هذه طبعا نحط الكاميرا عليها هنا نشوف. هذه الختمه هنا موجود، ختمه مقصب الختام موجوده طبعا صحيح. هذا الاستمرار. والكتف كم عندنا هني بعد؟ هذه 37 درهم الكتف. 37 37 محلي هذا المحلي. 37 محلي يعني هني سعره جدا طيب مشاهدينا الكرام. في محلات ثانيه 49 درهم وهني عندنا 37. نعم وهذا مش فريش. وفي اماكن ينباع على تقريبا 35 45 درهم بعد عبد الرحمن. هذه انواع، هذا هي دربر من انظف الانواع. في انواع بعد اسعار أقل. اقل يعني بتشد شويه في اللحمه. نعم سبحان الله. هنا في سوق القبيل من انظف الانواع، احنا متفقين بيننا شهرين. شوف وياك قدام بعد عبد الرحمن، خلي الثلاجات مفتوحه عبد الرحمن. تعال خلينا نشوف وياك هني. هذا عبد الرحمن العيل. تفضل. العجل هذا
هذا عجل محلي. المحلي نفسه متربي بشركة المواشي. نعم. بياكل بشركة المواشي بالذبح بمقصد دبي. شو الأسعار عندك اليوم؟ الأسعار عندنا 35 درهم. هذه برا بعض الشركات بدون عظم 35 درهم. نعم. هذه بعض الشركات برا بيتباع 55 درهم. 55 المحلي. نعم. صحيح. احنا نبيع ب 35 درهم. 35 من غير عظم. 35 من غير عظم. ما شاء الله. 29 درهم. هذا اللي يسمونه البتلو عبد الرحمن ولا؟ لا هذا وسط يعني مش بتلو صغير ولا ايه؟ كبير، هذا وسط. 35 درهم. 35 درهم. وعندك الشب وعندك الفتيله ما شاء الله. الفتيله اللي هو الفيليه هذا بيتباع بعض الشركات ب 120 درهم، هذه فتيله الظهر. نعم. بنبيعها ب 40 درهم. والكيلو كم عندنا هني؟ الكيلو هنا عندنا فتيله بس 40 درهم. 40 والظهر هنا الظهر 35 درهم. 35 درهم. والكبده كم عندنا عبد الرحمن؟ الكبده هذه 28 درهم. 28 درهم عندنا الكبده هنا. ويعطيك العافيه عبد الرحمن. الله يعافيك. الله يخليك، ما قصرت، جزاك الله خير على المعلومات الطيبه. حبيبي واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. اتمنى للزبائن تيجي تشرفنا في سوق القبيل، يعني ما شاء الله اسعار منافسه. انا اشتغلت في بعض الشركات دبي في اماكن ثانيه. ان شاء الله. اسعار بصراحه غاليه جدا، شرفونا هنا ان شاء الله تشوف اسعار كويسه ومناسبه. ان شاء الله يعطيك العافيه عبد الرحمن، ما قصرت. مشاهدينا وتابعينا الكرام، مثل ما شفتوا انا اخونا عبد الرحمن عرفنا على الاسعار الموجوده عنده، وطبعا كل عندهم هذه الذبح في الشركه الخاصه بهم مع رقابه الحمد لله من دبي، وعندنا هني بعد في الشارجه على طول الرقابه موجوده على اللحوم بالذات. ويعطيكم العافيه، خلكم ويانا ونسير لكم قسم ثاني من السي. دورتنا مستمرة معاكم مشاهدينا متابعينا الكرام من قسم الخضار والفواكه، نتعرف فيها ان شاء الله وياكم اليوم على اسعار الفواكه الموجوده عندنا زائد الخضار مع اخونا عبد الله هنا. عبد الله السلام عليك. السلام. صباح الخير، كيف حالك عبد الله؟ طيب عبد الله ما شاء الله حين موسم الهندي. ايه مانجا. شو اليوم عندك، شو الاسعار؟ هذا امبا هندي. ايه. بعد في هذا الصندوق 25. صندوق 25. ايه. هذا الفانسو ولا بدام؟ هذا في كيسري. هذا كيسري. هذا ايه. غير بعد هذا النوع. ايه. الثالث. انزين الفانسو سيم سيم. هذا في نفس الشكل عبد الله. ها هذا الفانسو. ايه. وهذا كيسري. كيسري. الفانسو كم اليوم؟ الفانسو 25. 25 كيسري 25. وهذا شو عندك هنا ما شاء الله في العلب؟ دراق دوار. هذا دراق مدور. هذا على كم؟ 12 درهم. 12 للعلبه للصندوق الواحد عندنا هني. والسنطره هنا صندراك 10 درهم. 10 درهم. الوين هذا صيني ولا لا؟ هذا استرالي. استرالي. انزين عبد الله تعال خبرنا التفاح كم ترى ما شاء الله عندك. تفاح بعد هذا تفاح افريقيا. هذا صندوق 15 درهم. 15 بعد كم ترى افريقيا. هذا 20 درهم. 20 درهم. وهذه شو المانجا من وين؟ تايلندي. هذا مانجا هندي. هذا هندي. كم بعد هذا يجي 10 درهم. 10 درهم. 10 درهم موسم الاخير عندنا هني. وهني شو عندك عبد الله بعد؟ شمام البرتقال. هي كم واصل هذا؟ كيلو 4 درهم. 4 درهم. وهني شو عندنا عبد الله الصحون هذه؟ مانجوستين. مانجوستين كم؟ 10 درهم. 10. أيوه. نزل سعر عبد الله اول كم؟ 12 13 درهم. يدي 18 الحين هاي نزل هذا على 10 درهم. 10 درهم ما شاء الله عندنا عبد الله. اليح شو اليح ما شاء الله؟ شو اللي ملوين هذا؟ ايران. على كم اليوم؟ كيلو درهمين. هذا درهمين نزل، كان درهمين ونص من فتره نزل الى درهمين. الحين عندنا اللي احنا ما شاء الله. عبد الله تعال نشوف وياك قدام اسعار الفواكه الخضراء موجوده عندك. البصل. ايه. البطاط ما شاء الله. خبرنا شو الواني اليوم الهندي. بصل هندي هذا كم واصل؟ كم صدر هذا الصغير عبد الله؟ البطاط شو الاسعار اليوم؟ مصر داخل 5 كيلو في 10 درهم. هذا لبنان 12 درهم. اللبناني على 12 درهم. وهذا المصري عندنا هني 5 كيلو في اليونية هذه على 10 درهم. وهني عندنا القرع او البوبر الصغير. هذا البوبر الصغير هندي 5 درهم. هذا كيلو. هذا الهندي عبد الله. هندي. وهذاك الكبير شو عيل عبد الله؟ هذا يعني علي العين. أي. هذا محلي. محلي. كم سعر عبد الله؟ هذا كيلو بيه 3 درهم. كيلو 3 دراهم. وهني قلنا 5 درهم. 5 دراهم عندنا هني. طبعا الهندي المستورد. وعندنا هني بعد ما شاء الله الملفوف والثوم. عبد الله خبرنا الثوم كم وصل سعره اليوم؟ 3 درهم. هذا 3 دراهم. هذا الصيني ولا الهندي؟ الصيني. الصيني. وهذاكي هذا بعد شيء. هذا نفس الشيء. كم السعر هناك عبد الله؟ هذا كبير. هذا في 24. 24 درهم. وهني على 3 دراهم عندنا. والملفوف عبد الله 3 درهم. هذا نفس الشيء بعد 3 درهم. ورقيات عبد الله كيف؟ كل الدرهم. تعال خسر ياك قدام عبد الله. ورقيات كلها على درهم. والخس كم وصل الحين؟ كل الدرهم. خصبيه 5 درهم. هذا 5 دراهم عندنا ما شاء الله. شوفوا هنا الخس حبات الصغار هنا. الكيلو على كم عبد الله؟ 5 درهم. 5 دراهم نزل، يعني كان 7 8 دراهم 6 دراهم. اليوم على 5 دراهم سعر الخس عندنا ما شاء الله. والورقيات مثل ما تشوفون كلها على درهم. يعطيك العافيه عبد الله ما قصرت. حياك الله. مشاهدينا متابعينا الكرام، مثل ما شفتوا ويانا جولتنا الشامله كانت وياكم في سوق الجبيل. بديناها من قسم الاسماك، انتقلنا للحوم والدواجن، وختمنا من هذا القسم المميز طبعا قسم الخضار والفواكه. وشاهدكم الحلقه نالت اعجابكم والاسعار كلها طيبه. ونشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات قادمه. مع السلامه.